بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كتير ما بيطلع مصطلح جديد مثير باز وورد ويبقى عامل زي الموضة كده اللي لازم الكل يتكلم عنها. من المصطلحات اللي بقت تريندي جدا الفترة دي والفترة اللي فاتت وما زالت طالعة في الترند مصطلح الديفوبس. فهل الديفوبس فعلا حاجة مفيدة وجديدة ومهمة؟ تعالوا سريعا نجاوب على السؤال ده ونعرف أكتر عن الديفوبس. في البداية نعرفكم بنفسنا، أقدم لكم زميلتي ريهام صالح كواليتي اكسبرت وزميلتي في الديفوبس سيرفيس. اهلا بيك يا ريهام. اهلا يا احمد. وانا اسمي احمد امين كواليتي اكسبرت وبدات مع زميلتي ريهام الديفوبس سيرفيس في سك. طيب ايه رايك يا ريهام، الديفوبس حقيقه ولا فنكوش؟ الاجابه هتكون على حسب المنظور اللي هتشوفه منه. عارف يا احمد قصه الناس اللي دخلوا اوضه ضلمه وفيها فيل وطلبوا من كل واحد يوصف لهم الفيل؟ ايوه، اللي مسك الفيل من ديل ووصفه كانه زي المقشه او المنشه بتاعت زمان، عصايه واخرها شعر، والتاني مسكه من رجله فوصفه كأنه جزع شجرة، والتالت مسك الزلومة وصفه كأنه خرطوم كبير. بالظبط. ممكن حد يقول وانا محتاج المقشة في ايه؟ ما انا معايا مقشة. مفيش جديد، ده فنكوش. او واحد يقول وانا محتاج جزع الشجرة في ايه؟ ما انا عندي شجر. ده برضو فنكوش. انما اللي هيفهم ويشوف الصورة الكبيرة هيعرف ان ده حاجة كبيرة وكائن حي ليه وظيفة واستخدام هام جدا للديفوبس. الديفوبس كده بالظبط. الديفوبس هو حقيقة ونقلة نوعية مهمة جدا في صناعة السوفت وير، ومش فنكوش بس. لو شفناه وفهمناه صح واستعملناه للهدف اللي اتعمل عشانه، اللي هيشوفوا الصوره الجزئيه للديفوبس زي انه مجرد مثلا تول بنعمل لها سيت اب ونستخدمها، او ممكن حد يشوفها ان هو مسمى وظيفي جديد، مهندس ديفوبس، او تعيين فرد او فريق عمل جديد، او حته اوتوميشن زياده عندي ممكن يوصل لاستنتاج خاطئ انه برضه فنكوش. فلازم نعرف ليه الناس العباقره بتوع السوفت وير احتاجت تعمل حركه جديده اسمها ديفوبس. قابلتنا في شغلنا ريهام جمل ومواقف كتيره عشناها مع الشركات شفناها قبل كده، زي مثلا الديفلوبر والله العظيم البيلد شغال على تيستينج سيرفر ما اعرفش مالها على اللايف، انتوا متاكدين ان هي اخر نسخه؟ غالبا الاي تي نسي حاجه من السيتنجز كالعاده، او الاي تي تيم ليدر يدخل على الشباب بتوعه، شباب اخواننا الحلوين بتوع ديفلوبمنت هيعملوا ريليز جديد النهارده الخميس. طبعا عارفين ده معناه ايه، عارفين يا ريس معناه ان احنا هنبات جمعه وسبت نحل مشاكل السيرفر اللي هيقع كل شويه بسبب الكواليتي ايشوز بتاعتهم، والنتيجه طبعا يا ريهام العميل بقى انتوا واجعين دماغي كل اسبوعين ديمو وكومنتات وتقولوا لي كله تمام ونيجي عشان نطلع لايف، تقعدوني شهر بعد اخر ديمو اجايل مين ده؟ القصة ريهام بدأت بقصة زي دي، قصة احباط قابلت سوفت وير كونسلتنت زي حالتنا اسمه باتريك ديبوا في احد المشاريع الحكومية الكبرى كانت متضمنة سيستم وداتا سنتر مايجريشن. تيم الديفلوبمنت كان شغال اجايل والدنيا تمام، ومع ذلك حصل تأخير ومشاكل كبيرة جدا في التسليم، والسبب الانفصال الكبير ما بين الديفلوبمنت تيم والاوبريشن والاي تي تيم في المعلومات وفي طريقة التفكير والشغل وفي الاولويات، منفصلين تماما. قابل شخص تاني مهم جدا وكان ضيف عزيز علينا في مصر السنة اللي فاتت وهيكون معانا السنة دي كذلك في الكايرو ديفوبس 2018 و2019 اسمه اندرو كلاي شافر. باتريك واندرو الاتنين بدأوا يشتغلوا على اجابة السؤال المهم، ازاي نكمل قيمة الاجايل لحد الاخر؟ يعني ايه؟ يعني الاجايل نجحت في تغيير فكر وطريقة شغل الفرق في سوفت وير اداريا وتكنيكال عشان تنجح في التسليم السريع والمتتالي لسوفت وير عالي الجوده، early and continuous delivery of valuable software، وفي نفس الوقت متوافق مع الاحتياجات المتغيره للكاستمر والماركت. ولكن مشاكل كتيره كانت لسه بتظهر لما نيجي ننتقل من مرحله working software اللي بتقول عليها الاجايل الى مرحله working and deployed live software عند الكاستمر، لان في طرف مهم بيدخل، الناس بتوع الاي تي او الاوبريشنز او الانفراستراكشر ايا كان المسمى عندي في الشركه. دعا اندرو باتريك الناس المهتمين بالاجايل من الطرفين الديفلوبمنت سايد والاوبريشن سايد الى اول مؤتمر لمناقشه الموضوع ده، تمديد الاجيليتي للطرفين وتطوير التعاون والكولابوريشن للوصول للهدف اللي اتعمل عشانه الاجايل اللي هو early and continuous delivery of valuable software. مش بس كده، انه يكون كمان ريلايبل في كل الانفايرمنتس وخصوصا عند العميل. سموا المؤتمر ده ديفوبس دايز عشان كان يومين، ومن هنا نشا مصطلح ديفوبس. وما زال المؤتمر ده بينعقد كل سنه في عده دول في العالم. وبالمناسبه ايتيدا وسك كانت جزء من كونسورتيوم نظم اول ديفوبس دايز في مصر والوطن العربي سنه 2018،
والسنة دي 2019 كذلك إن شاء الله هيكون تاني مؤتمر الديفوبس، والحمد لله كنت أنا وزميلتي ريهام من ضمن فريق التنظيم. إذا نقدر نقول بعد ما عرفنا الواي إن الديفوبس باختصار هو إيجاد طريقة تفكير mindset وكالتشر وآليات practices managerial وتكنيكال تضمن التعاون collaboration ما بين الديفلوبمنت سايد والأوبريشن سايد للوصول للهدف اللي هو early and continuous delivery of valuable software بدون التنازل عن الاستابيليتي والريلابيليتي للمنتج ده، وبدون التنازل عن الكرياتيفيتي من ناحية الديفلوبمنت. وطرق العمل دي تشمل بالطبع best practices technical ومانجيريال، وفيها قدر كبير من الاوتوميشن للبايبلاين. البايبلاين اللي هو خط الانتاج او المراحل المختلفة اللي بيمر بيها software من اول ما يكون requirements ثم كود لحد ما يبقى في ايد الكاستمر. الهدف من الديفوبس زيادة السرعة ومعدل التسليم عند العميل بجودة عالية وثبات عالي جدا. اوكي طيب ريهام، بعد ما عرفنا مهتمين بالديفوبس، بقى السؤال اللي دايما بيسألوا الكاستمرز او المهتمين بالموضوع، هل ده يناسب شركتي؟ هل مشروط بحجم شركات معينة سواء شركة كبيرة او ميديم او سمول كومبانيز؟ هل لازم اشتغل بتكنولوجي او تولز معينة؟ زي ما قلنا الديفوبس هو امتداد للأجايل واستكمال ضروري لفايدته، بالتالي يصلح ان هو يشتغل على اي احجام واي فرق للشركات، ممكن شركة ستارت اب لحد شركات بحجم جوجل وفيسبوك كلهم طبقوا واستفادوا من الديفوبس. يعني مش لازم اعين حد مخصوص للديفوبس، المهم اعرف الحاجات المطلوبة تتعمل ازاي سواء تكنيكال براكتس او مانجيريال براكتس، واقدر اوزع المهام دي على الادوار بسكيل الشركه المطلوبه. يعني ممكن شركه كبيره يبقى عندها فريق متخصص للديفوبس، فريق بيقوم بعمل اوتوميشن للبايبلاين وحاجات تانية، ممكن شركه فيها سكيل صغير بالتالي واحد من التيم هو اللي يقدر يعمل زي ديفلوبر او حد من الاوبريشن. بالنسبه للتول مش لازم تول معينه، في تولز كتير تقدر تودي بالغرض، بس المهم نعرف ايه هو الغرض اصلا واللي انا محتاجه وابدا بيه قبل اي شيء. طيب بمناسبه الموضه، هل هناك علاقة ريهام ما بين الديفوبس والتحول الرقمي ديجيتال ترانسفورميشن؟ لو احنا فهمنا يعني ايه ديجيتال ترانسفورميشن صح، وانصحكم تشوفوا الفيديو الخاص بيه على موقع ساك، هنعرف انه عملية تغيير كبيرة وده بيتطلب مقومات عشان ينجح. من اهم المقومات دي الديفوبس، احد المقومات اللي هتساعدني ان التغيير ده يكون سريع باقل قدر من المخاطر وباقل قدر من التكلفة واكثر فعالية. سؤال ممكن يتسأل برضو، لو انا شركتي شغاله بيست براكتس بموديل زي سي ام اي ماتيوريتي ليفل 2 اور 3 او اي ماتيوريتي ليفل، فهل ده معناه ان انا هرمي البروسيس وشغلي القديم وابدا من الصفر؟ الاجابه طبعا لا، الديفوبس مش بيتعارض مع اي بيست براكتس او موديل واللي من ضمنها السي ام اي، بل بالعكس هو بيتكامل معاها وبيقويها ويبسطها كمان، يعني هيخليها تتم باقل تكلفه وجهد وفعاليه اكثر. ممكن اي احمد تدينا فكره اكتر عن مكونات الديفوبس؟ من التعريف اللي قلناه هنلاقي ان المكونات اللي محتاجين نشتغل عليها ريهام عشان ناخد فايدة الديفوبس هما ثلاث مكونات كبار بينقسموا الى شوية فروع. اول مكون اللي هو البيبل، نحتاج نشتغل على بعدين، طريقة التفكير، تطوير طريقة التفكير المايندسيت وبالتالي الكالتشر اللي تساعد على الكولابوريشن ما بين الاطراف كلها، البيزنس والديفلوبمنت والاوبريشن. تاني حاجة نضبط الرولز والرسبونسابيلتيز لكل طرف عشان نضمن سهولة وفعالية التعاون والتكامل ده. تاني مكون اللي هو البروسيس، ودي بنشتغل فيها على ثلاث حاجات. اول حاجة البايبلاين، ازاي اصمم واحسن واعمل اوتوميشن للبايبلاين بتاعتنا من اول ما كانت خطة وريكويرمنتس لحد ما بقى السوفتوير يتسلم عند العميل. تاني حاجة ازاي في البايبلاين دي اطبق البيست براكتسيز، اللي هي اقصد بالبيست براكتسيز خصوصا التكنيكال براكتسيز زي الكونتينيوس انتجريشن عشان اوصل لكلين بيلد، الكونتينيوس تيستينج اند تيست اوتوميشن، كونتينيوس ديبلويمنت وازاي اعمل لو ريسك ريليزنج، الكونتينيوس اب مونيتورنج عشان اراقب تطور الاب بتاعي واي ريسكات واي مشاكل فيه وابقى برو اكتيف، ازاي اخلي الانفراستراكشر بتاعتي تبقى كمان اجايل، اجايل انفراستراكشر او انفراستراكشر از كود. النقطه الثالثه ازاي اخلي المانجمنت ورك فلو تتوافق مع الديفوبس
كده التلات ابعاد بتاعه البروسيس. اخر بعد هو التولز، التولز اللي هستخدمها لتنفيذ ده، وهي بدائل كتيره جدا ومتنوعه، وازاي اختار اللي يناسبني. ممكن حد يسال، بما ان في بدائل كتيره ومراحل كمان عشان نبني الشغل ده، ازاي نبدا يا ريهام؟ عايز تبدا ابدا اجايل، يعني بنفس فكر الاجايل. الاول لازم نحط لنفسنا هدف، احنا فين وعايزين نروح فين، وده يتطلب بعض المفاهيم تكون موجوده عندنا. عشان كده محتاجين اول خطوه نحتاج ننشر الفهم للديفوبس وفوائده عندي جوه الشركه، وده ممكن من خلال التدريب اللي احنا بنعمله هنا جوه سك، اللي هو الديفوبس فاندامنتال وركشوب، وده اللي بيحصل في خلال 3 ايام بنفهم فيه مكونات الديفوبس وبنشوف امثله حيه ونجربه بنفسنا، وبنقدم برضو الاكزام والسيرتيفيكيشن. من الحاجات المفيده جدا برضو ان احنا نشوف تجارب الاخرين من خلال الفيديوهات اللي موجوده في ديفوبس دايز كايرو، وشوفوا تجارب الشركات بعضها بدانا معاهم المشوار من اوله والنتيجه كانت مبهره. تاني حاجه، بناء على الهدف اللي عاوز اوصل له ومعرفتي باني فين دلوقتي، بحط خطه بسميها ايتريشن على حسب الاولويات، وابتدي امشي على الخطه دي واقيم النتائج والاولويات واصحح لنفسي بنفس طريقه خطه الاجايل بالظبط. طبعا ده هيساعدني كتير كشركه ان يكون في حد خبره في الديفوبس في المكان دوت، يساعدني ان انا اوصل لنتائج بديله وخطه بديله والاولويات، وان انا اشيل العقبات من قدامي عشان اوصل للنجاح باسرع وقت. لو الشخص ده مش متاح، ممكن استعين باي كونسلتنت من الموجودين في سك، ودول وظيفتهم ان هم بينقلوا لي الخبره من خلال الواقع اللي هم بيعيشوه مع الشركات، ودي بتبقى خطوه انتقاليه. احنا هنا في سك بنقدمها خدمه الكونسلتيشن من خلال الاكسبرت الموجودين عندنا. اعتقد بكده نكون قمنا بتعريف سريع بالديفوبس ودوره في شركاتنا. شكرا ليك يا ريهام، وطبعا احنا نسعد بتواصلكم بينا في اي وقت، ونرجو تكونوا استفدتوا من الفيديو. ابداوا رحله التغيير وما تقلقوش وما تنتظروش كتير، لان الدنيا بتتطور في الديفوبس بسرعه كبيره جدا، والموضوع فعلا مهم ومجدي. شكرا ليك يا احمد، ونتمنى من اي حد يحب يساهم معانا او يسال او يشارك تجربته ينضم ويبعت لنا على الايميل او جروب ديفوبس كوميونيتي ايجيبت على الفيسبوك. اخيرا احب اقتبس كلمه من اندر شافر في ديفوبس كايرو 2018: actions are important than words. واتمنى ليكم جميعا high performance and fast delivery. شكرا.